هناك مشاريع مشتركة يتم تنفيذها سواء في فنلندا أو في روسيا الاتحادية، ويشارك فيها المحافظات والأقاليم في بلدينا. كما نلحظ تطورا ونهجا إيجابيا في تنفيذ هذه المشاريع. Aloja ja erityisesti nyt keskustelimme jätehuollosta, jossa me suomalaiset pidämme omaa järjestelmäämme ja kehitystämme varsin korkeana. أشرنا إلى الآفاق الواعدة في مجالات جديدة في علاقاتنا الثنائية، وقد تحدثنا بشكل خاص حول إعادة تصنيع النفايات، حيث نطرح تقنياتنا ومنظوماتنا لهذا المجال ليكون العمل في هذا المجال إيجابيا. hanke, mutta nyt puhutaan yleisestä jätehuollosta ja kuulimme, että Suomeen on saapumassa 30 aluejohtajaa Venäjältä tutustumaan suomalaiseen järjestelmään. وقد تحدثنا سابقا حول منطقة كراسنبور الذي يعد مكبا كبيرا للنفايات، وأيضا حول النفايات ومكباتها بشكل عام، ننتظر زيارة عمدات الأقاليم للتوصل إلى حل لهذه المكبات. Mustan hiilen torjunta oli voimakkaasti esillä ja olen hyvin tyytyväinen kuultuani nyt presidentiltä, että Venäjä on ottanut sen haasteen vakavasti. وعندما كانت فنلندا تترأس مجلس الأركتيك تحدثنا حول انبعاث الغازات، وما سمعناه اليوم من الرئيس الروسي بأن روسيا تقف وتتحدى هذه الانبعاثات بشكل جاد جدا. täysillä mukana Euroopan neuvoston työssä. Tätä ratkaisua Suomikin oli edistämässä. On erittäin tärkeää, että Venäjä on eurooppalaisen ihmisoikeussäätelyn sisällä. وفي بداية الصيف أصبح معلوما أن روسيا ستشارك بشكل فعال في مجلس أوروبا، وفنلندا ساعدت في حل هذه المسألة وحل تلك المشاكل التي كانت تقف أمام عودة روسيا إلى العمل في تلك الآليات، وخاصة آليات حقوق الإنسان الموجودة في أوروبا. Itämeren tilanteesta ja totesimme, että dialogin jatkaminen siellä on tuiki tarpeellista ja Suomi omasta puolestaan tarjoaa tässä suhteessa niitä diplomaattian hyviä palveluksia, jos tarpeen on. أيضا طرحنا مرارا مسألة بحر البلطيق وإمكانية المباحثات، وفي هذا السياق يعتبر الحوار أمرا مهما جدا لدول الواقعة على بحر البلطيق، وفنلندا مستعدة لتقديم قنواتها الدبلوماسية
الجنسية وكل الخدمات المطلوبة لإطلاق مثل هذا الحوار. muutaman ajatuksen Ukrainasta, johon olen tekemässä muutaman viikon päästä vierailun. Näyttää siltä, että käytännön töitä on tekeillä ja niitä pyrin sitten edistämään. كما تمكنا من الحديث عن الأزمة في أوكرانيا وأنوي زيارتها خلال الأسبوع القادم، وكما تبين أنه يتم اتخاذ وتنفيذ المبادرات، ومن جانبي سوف أساعد وأدعم تطوير حل هذه الأزمة. eri kansainvälisistä aiheista, joita kyllä maailmassa riittää. ونظيري قد وعد بأن نتحدث اليوم عن مسائل أخرى متعلقة بالشؤون الدولية والإقليمية، وهذا ما ننتظره اليوم مساء منه، وشكرا. أنا متفق بشكل كامل على التقييمات التي تم إعطاؤه وتقديمه من قبل زميلي الكريم بشأن طابع العلاقات بين فنلندا وروسيا الاتحادية. فإن التعاون يجري الآن على كل من المستوى الأعلى، على مستوى الحكومات والوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى الهيئات الإقليمية وأيضا المنظمات الاجتماعية. hallituksen välillä, alueiden välillä, eri ministeriöiden ja virastojen välillä ja luonnollisesti myöskin eri kansalaisten suoran välityksellä. نحن كنا نتحدث اليوم عن التعاون الاستثماري التجاري، وأن أذكركم بأن الاستثمارات المتبادلة قد سوت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. أما الصلات التجارية مع شركات روسية تحافظ عليها أكثر من 7000 شركة فنلندية. فإن التبادل التجاري يرتفع بين البلدين، وتعمل اللجنة الحكومية المشتركة لهذه المهمات، وأيضا يتم تنفيذ المشاريع الكبرى. ونحن متشكرون للدولة الفنلندية على الموقف البراغماتي إزاء أكبر المشاريع، وأنا أقصد مشروع السيل الشمالي 2. وأنا يمكن أن أخبركم بأنه اليوم تم انتهاء أو تكميل العمل على المقطع الفنلندي من هذا السيل في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية. هند روسيا الاتحادية وفنلندا تتعاونان بشكل مكثف في مجال حماية البيئة. ففي سبتمبر ممثلو أكثر من 30 إقليما روسيا سيزورون إلى فنلندا لتبادل الخبرات في هذا المجال تحديدا. ونحن أيضا اتفقنا على تعزيز التعاون بشأن المواضيع البيئية وبما في ذلك في إطار المجلس الأركتيكي. ونحن أيضا نوسع الصلات الإنسانية بين دولتينا. ففي سبتمبر في مدينة تولا سوف تجري الندوة 20 الثقافية بين فنلندا وروسيا، وأيضا سوف يتم تنظيم أيام كاريليا في فنلندا في العام القادم، بالإضافة إلى الكونغرس للتبادل الثقافي بين المدن لفنلندا وروسيا. Järjestetään jo 20. kulttuurifoorumi Tuulassa. Ensi vuoden heinäkuussa järjestetään Karjalan päivät Suomessa ja Tver-kaupunkissa järjestetään ystävyyskaupunkien kongressi.
فأيضا يتم التقدم بالتعاون في مجال التعليم والعلم بين البلدين. فوفقا للاتفاقات بين جامعة سان بيترسبورغ لعلم المناجم وأيضا الجامعة التكنولوجية لمدينة لوبرلاندا، فإن العلماء الروس والفنلنديين سوف يعملون بشكل مشترك على الدراسات التكنولوجية، على علم المناجم والاستثمار في الحقول للموارد الطبيعية. Tutustumaan ja hienoamaan kokemuksia kaivosalon toiminnan alalla. ولا يزال مستوى التبادلات السياحية مرتفعا كما هو الحال الآن. ففي العام الماضي زار فنلندا أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي، وحوالي 1.5 مليون مواطن فنلندي قد زار روسيا الاتحادية. فنحن نرجع على أن عدد المواطنين الفنلنديين الذين يزورون روسيا سوف يرتفع بعد كون منذ الأول من أكتوبر روسيا سوف تقدم التأشيرات الدخول الإلكترونية لمواطني الاتحاد الأوروبي لزيارات محافظة لينينغراد وخاصة لمدينة سان بيترسبورغ. فخامة الرئيس، خلال نقاشنا اليوم أنتم أشرتم إلى أنه هناك عدد من المسائل الأخيرة المحددة بشأن تبادل المعلومات بين الوزراء المختلفة، ونحن سوف نعمل على تطوير هذه المسألة. نحن أيضا كنا نناقش بعض المسائل المتعلقة بجدول الأعمال الدولي، فنحن نهتم باستعادة العلاقات كامل الطابع مع الاتحاد الأوروبي، ونحن أيضا نرجع على أن الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي سوف يعتمد على الأفكار الجيدة والإيجابية لتعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية التجارية والسياسية مع روسيا الاتحادية. وأيضا كنا نتحدث عن التعاون على مستوى مجلس أوروبا. فنحن نقدر تقديرا عاليا كون الزملاء الفنلنديين قد ساهموا في حل مسألة إعادة حقوق الوفد الروسي في مجلس أوروبا وفي حجم كامل. وأيضا لمست موضوع تأمين الحماية في منطقة بحر البلطيق. Itämeren turvallisuus asialista. وبجاز أيضا تحدثنا عن كل ذلك. سوف نستغل الفرصة للتحدث عن مسألة الأمن الاستراتيجي في كل العالم وفي المنطقة الأوروبية بشكل خاص. وأيضا أن أخبرت فخامة الرئيس الفنلندي بشأن مسائل شرق أوكرانيا، الأزمة الأوكرانية. وكما قال السيد الرئيس للتو، سوف نستغل الفرصة لمواصلة هذا النقاش عند عشاء العمل. ولكن الآن أنا أريد أن أعبر عن كلمات الشكر لفخامة الرئيس على تنظيم هذا اللقاء، على هذه الدعوة وعلى حسن الاستقبال والأجواء.